اقسم بالله مشاكلك حرفيا هتتحل كلها بالفيديو ده. خد بالك انت ممكن تكون قرأت العنوان ده في مقاطع كتير جدا وتخش ولا تفهم اي حاجة ولا تطلع باي نتيجة خالص. انا النهاردة جاي اقول لك النتيجة اللي مشاكلك كلها حرفيا هتتحل. عندك ذنب مش قادر تبطله، عليك دين كبير ومش قادر تسده، عندك مشكلة في موضوع الجواز، السن بيكبر ولسه ما حدش يتقدم، كل اللي بيجي يتقدم بيحصل حاجة في الموضوع ويتفركش، عندك مشكلة مع جوزك مش عارفة تحلها، غضبانة وقاعدة في البيت، طلقتي وحاسه ان انت مهزومه نفسيا ومتدمره نفسيا، والله السر اللي انا هقوله لكم ده يخلي حتى مريض السرطان يخف. اقسم بالله الذي لا اله غيره، الكلام اللي انا جاي اقوله لك ده النهارده ولا هضحك بيه عليك ولا هشتغلك بيه، دي حاجات حرفيا منها حصل معايا انا شخصيا. الموضوع يا جماعه والله والله لو انت بدات فيه بيقين الله عز وجل هيفتح لك فتوح غير طبيعي، ومشاكلك هتلاقيها بتتحل حاجه في حاجه، هتحس ان انت ان ده سحر او معجزه بتحصل معاك. صلوا على النبي كده وركزوا معايا واحده واحده كده عشان تفهم اللي انا هقوله كويس جدا. الموضوع كله عباره عن ايه او الحل فين؟ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. انت ممكن تقفل الفيديو اول ما تسمع النتيجه، لكن والله لو كملت معايا للاخر هتعرف فعلا الخلاصه فين، ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي ممكن تحل لك مشاكلك. صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايزك تتخيل معايا المشهد ده، هو المشهد حصل بس انا عايزك تتخيله معايا. ابي بن كعب راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كم اجعل لك من صلاتي، يعني لو انا عندي ساعه هدعي فيها ربنا سبحانه وتعالى في خلال الساعة دي أصلي عليك قد إيه؟ لو أنا صليت عليك الربع كويس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كويس، وإن زدت فهو خير لك. طب يا رسول الله أخليها نص ساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له كويس، وإن زدت فهو خير لك. طب أخليها ثلاث أرباع ساعة؟ طب أخليها 40 دقيقة 50 دقيقة؟ لغاية ما أبي بن كعب قال له طب لو أنا خليت الساعة كلها يا رسول الله صلى عليك. ركز وتخيل معايا شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجه النبي، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح جدا اول ما سمع السؤال. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله ان فعلت ذلك تكفى همك وتكفر ذنبك. الهم مرض، جواز، دين، عندك امتحان صعب وخايف منه، مشكله بينك وبين مراتك، اتطلقتي، حصل عندك مشكله، عندك مرض كبير جدا وانت قلقان ان المرض ده ما يخفش، والله الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تصنع المعجزات، تحل لك مشاكلك في الدنيا وفي الاخره. انا شخصيا والله والله الذي لا اله غيره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيبعد عني بلاءات غير طبيعية، بلاءات شديدة جدا جدا والله عز وجل بيخففها عني. والله لسه سامع قبل ما اعمل الفيديو ده حالا عندي واحد صديقي جدا سبحان الله عنده مشاكل في ظهره وراح لدكاترة بتاعت عظام وقالوا له لازم عملية غضروف وتقعد بعدها 6 شهور في السرير ولازم تاخد جلسات علاج طبيعي دلوقتي. اقسم بالله مشي بورد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا بيقول والله رجع ظهري اقوى من الاول وافضل من الاول. ده موقف، موقف يا جماعه، موقف. في مشاكل بتتحل في لحظه بسبب ورد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يكفى همك، الهم اللي انت شايله وحطه على كتافك ربنا بيشيله لك خالص. تخيل معايا كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول من صلى علي صلاه صلى الله عليها بها 10، يعني ايه؟ يعني ايه اصلا ربنا يصلي عليك؟ عارف يصلي عليك يعني ايه؟ يعني يذكرك ويشكرك ويمدح فيك في الملأ الاعلى بين الملائكه. تخيل معايا ان ربنا يشكرك فوق ويمدحك فوق في وسط الملائكة بتاعته ويسيبك مهموم تحت. أقسم بالله ما يحصل، ليس هذا وعد الله عز وجل لنا، مستحيل يحصل. ده أنت عبد ليه، مستحيل يشكر فيك فوق ويسيبك مهموم تحت. حط دي في دماغك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يصلون على النبي ولا يفطر لسانهم أبدا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنساش تنشر المقطع ده لغيرك عنده مشاكل ومهموم، لو عرف أن هو ده الحل والتزم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتير أقسم بالله هيبقى في ميزان حسناتك. همه الكبير ده كأنك أنت اللي فرشت همه بأنك وصلت له الحل بس، وأنت هتخش بيقين من غير تجربة. الله عز وجل لا يجرب. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعل من المداومين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شير في الخير الدال على الخير كفاعله. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.